سنتذكر دائما ان هم وصول محمد صلاح لل 100 هدف مع ليفربول كان قدام فريق عنيد زي برينتفورد، وصول الملك المصري ل 100 هدف مع ليفربول الاصرار والنجاح والعزيمه والتطور اللي صلاح مر بيه من اول ما وصل الدوري الانجليزي مع ليفربول قصه لو قعدنا نحكيها في 100 حلقه الموضوع هيكون قليل عليها، لان محمد صلاح واللي بيقدمه مع ليفربول حاجه فوق الوصف وحاجه فوق تخيلات يورجن كلوب اللي تعاقد مع صلاح وجابه من الدوري الايطالي. كان الموضوع بالنسبه لصفقه صلاح ما كانش ليها كل التوقعات والتطلعات اللي وصل بيها محمد صلاح انه يكون واحد من اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي، بل ويكون واحد من افضل اللعيبه الموجودين في العالم حاليا. محمد صلاح مع ليفربول يستحق ان هو لما يوصل لل 100 هدف يكون 100 هدف قدام فريق زي برينتفورد في مباراه كانت ممتعه جدا جدا، مباراه 3-3، مباراه عظيمه جدا، تقعد تتفرج على فرق التوقيت بين الهدفين او بين الهدف بتاع ليفربول وهدف التعادل او هدف برينتفورد وهدف تعادل ليفربول الاول، الموضوع بيبقى ممتع جدا، لانك لو قعدت تبص على الدقايق كده تلاقي ان الهدف الاول بتاع فرقه برينتفورد جه بدري وكانت كره ثابته كالعاده. لعيبه ليفربول في الكره الثابته بتلاقي ان في مشاكل كتيره دفاعيه، وبالذات يعني لو في حد ماسك كده حد كده بيكرر سايد ترينت الكسندر ارنولد ان هو يروح يمسكه، اعرف ان هو ده اللي هيجيب الجون على طول، وش كده وانت مغمض اعرف ان هو ده اللي هيجيب الجون. وفعلا الراجل ايسن بينوكل هو الواحد من الثلاثي قلوب الدفاع مع فرقه برينتفورد، الراجل بيجيب الهدف الاول علشان خاطر جوتا يرد عليهم ويجيب هدف عن طريق راسيه وهدف التعادل. خلاص يا جماعه فرق الاهداف 4 دقايق، في عظمه في جمال في حاجات جميله جدا بتحصل جوه الملعب. نسكت بقى على كده، لا الشوط الثاني يبدا ونلاقي ان محمد صلاح بياخد بينيه مين في بينيه وبيسجلها هدف. الله عليك يا بمكه، الله على الفينش بتاعك. الراجل بيقول لك لا دي اوفسايد. اوفسايد ايه يا عم؟ اوفسايد ازاي بقى يا عم الحاج؟ ما هم على خط واحد اهو، ومحمد صلاح بعد بينيه فابينيو بدا يتحرك فما فيهاش اي حاجه، وفعلا الفار قال له ان الكوره ما فيهاش اي حاجه عشان خاطر صلاح يوصل لل 100 هدف. نسكت بقى على كده، نلم بقى الليله على كده وبرينتفورد يسكت. لا فرقه توماس فرانك الموضوع صعب. ليه بقى الموضوع صعب؟ لان هي طالعه من الشامبيونشيب، واللي بيطلع من الشامبيونشيب وبيلعب اول سنه قدام الكبار في انجلترا وملعب فول والملعب كامل جماهيرين، الموضوع بيبقى صعب جدا مع الفرق الكبيره. حتى لو ليفربول جوردن هندرسون وفابينيو وكورتو جونز عاملين نص ملعب جميل جدا وبيأدوا اداء كويس، وماني وجوتا وصلاح قدامهم وتحتيهم روبرتسون وترند وجورم تيب وكمان فيرجيل فان دايك وتحتيهم اليسون، يعني ليفربول فول فريق كامل اهو، بس بيعاني قدام فرقه زي برينتفورد. ليه؟ قلت لك هي الفرقه اللي طالعه من شرم الشيب كده، اول ما تلاقي فريق كبير خلاص يا معلم الفرقه كلها بتقلب وحوش والفرقه كلها بتقلب اسود النهارده، ومش هنطلع خسرانين من ملعبنا مهما كان اسم الفريق اللي بيلعبنا. ولعيبه ليفربول عليه ده برده، انا اتفرجت على احتفال جوتا تلاقي ان هو عيل رخم برده وعيل مستفز للجمهور ومستفز للعيبه برينتفورد، فالماتش كان فيه حماس وكان فيه ضرب نار كتير. نلمها بقى ونسكت على كده؟ لا، كورتو جونز بيجي عامل حتتين تصويبه بتخبط في المساك وتيجي متحوله للهدف الثالث. نلمها بقى على كده؟ لا لا لا، طب مع ان كان في فرق توقيت جامد ما بين الهدف الثالث بتاع ليفربول والهدف التعادل، بس بصراحه يعني هم عطوا فرصه لتوماس فرانك ان هو يعمل تغييره. قال لك توماس فرانك لو عمل تغييره ونزل يوني ويسا اللي هو سجل الهدف ده ممكن نسكت بقى. فعلا الراجل راح عمل التغييره وكالعاده الراجل ساب الدنيا كلها وراح وقف ورا ترند. ترند بيوقع الراجل جابها جون 3-3 بقى. ليفربول يسكت؟ لا، ليفربول فضل بيحاول ان هو يسجل الهدف الرابع، بس مع الاسف الشديد ما نجحش ان هو يسجل الهدف الرابع علشان خاطر المباراه الجميله. عشان المباراه اللي يوصل فيها صلاح للهدف المية تلاقي المباراه دي ممتعه جدا، المباراه دي هتفضل في ذاكره كل مشجعين ليفربول لان هي كانت مباراه ممتعه جدا قدام خصم عنيد جدا. ان عجبك هذا الفيديو اللي مفترض كان ممتع جدا وعنيد جدا فاعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل تسليه وش في الكومنتات قول اللي انت عايزه.